الحادثة دي والله كانت قضاء وقدر يعني وغلطة سواق، بس ده كل اللي اعرفه. بتبقى مترتبة على ايه؟ تمام؟ فهي اكتر من عامل. تمام؟ يعني لو انت شفت مثلا في فيديو تحليلي كان طالع للحادثة، تمام؟ ان اتزنق عليها من تريلا كانت ماشية جنبها، فبالتالي هو اضطر غصب عنه انه ياخد اليوتيرن ده، وعشان كده حصلت الحادثة. تمام؟ يبقى بالتالي انت عندك مشكلة فين؟ عندك مشكلة في الاوتوبيس نفسه، تمام؟ انه ما كانش فيه صيانة ليه. وبالتالي مفيش حد بيتابع على الصيانة الدورية للمركبات. يبقى دي مشكلة مين؟ دي مشكلة الدولة ومشكلة المدرسة صاحبة الاوتوبيس. تمام؟ الحاجة التانية السواق الندل بصراحة اللي هو نط من العربية، تمام، وساب العيال جوه والعربية مقفولة عليه. ماشي، دي في حد ذاتها مشكلة. تمام؟ يعني الحتة دي كلها صعبة. الصبح ان هو مفيش حد عارف يتحكم في الموضوع، مفيش متابعة على السواقين ان هم بيشربوا ولا ما بيشربوش، وكل يعني احنا صيادلة عارفين يعني السواقين عبارة عن يعني ضراب مخدرات متنقل. تمام؟ مفيش مراقبة من الدولة، هو برضه هتروح وترجع في الآخر المشكلة مشكلة الدولة. طبعا حادثة اتوبيس دمنهور هي نتيجة يعني تراكم دوت سنين كتيرة شبكة المواصلات ما اتصلحتش، كان اخرها او دليل عليها دوت يعني خط سوهاج اين اللي هو خط السكة الحديد اللي اتشال كله من غير ما فيش لأي مراقبة ولا في اي دوت تعمير او تجديد لشبكة المواصلات بشكل عام في كل المناطق، مش غير اهتمام بس بالمناطق المركزية زي القاهرة واسكندرية، اهتمام بشبكة المترو للمواصلات للطرق اللي هي العمومية بس. اما المحافظات التانية طبعا ما فيش اي اهتمام بيها، يعني لما نشوف لما نلاقي مثلا حتى الباين في الحكومه لما وزير المواصلات يقول ان لما نصلح الطرق هنؤدي لزياده الحوادث، طب ازاي يعني دونت ميكس ما تجيش يعني هنعمل ايه؟ طيب يعني